قادر أنا أشوق معاي عد السنة، أشوق معاي عد السنة. البسمة تحرق في الحشا والخطوة رسم وشوشة، قولك جميلة ومدهشة. أشوق معاي عد السنة، أشوق معاي كم سنة. الصباح الصباح عاد النسيم زايد الوشا الوشا. هوا الغموم من الجراح الجراح. أنا داير أسيب ما عاد كيف أقدر أنا أشوق معاي عد السنة، أشوق معاي كمل سنة، أشوق معاي عد السنة، أشوق معاي عد السنة. أشوق معاي عد السنة يا غالية يا صبح الهنا. يا نور حياتي المعونة من ساكي كيف أقدر أنا أشوق معاي عد السنة، أشوق معاي عد السنة. صباح الشوق عليكم على كل الناس اللي بيتابعنا عبر شاشة الشروق، أهلا وسهلا بكم، وأكيد محبات كثيرة لكل الناس اللي بيتابعنا داخل السودان وخارج السودان. نصطحبكم الآن في يوم الثلاثاء وبرمجة أكيد مميزة، عديد من الفقرات اللي حتكون معنا وأيضا الضيوف اللي حيصطحبونا في هذا الصباح. سعداء جدا أنه تكونوا معنا، ونحن كمان إن شاء الله بضيوفنا حنجيب على كثير من الأسئلة المختلفة، إذا كانت من خلال الطب، الرياضة، الصحة عموما، أو الحياة الاجتماعية اللي موجودة. دي فقراتنا اليوم لهذا البرنامج من خلال هذا الصباح. صباح الخير عليكم وصباح الصحة والعافية لكل الناس. أمراض الكلى قد تكون كثيرة، وبنلقى زول بيقول لك والله يا أخي ما بتشرب موية، عشان كده الناس في فصل الشتاء ما بتشرب الموية بيجي أمراض الكلى وبتشعر بأعراض مختلفة، وفي زول بيقول لك والله أنا عندي طعنات، وفي زول بيقول عندي صداع، وفي زول بيشخص براه، وفي زول بيمشي للطبيب عشان ما يشخص. ونحن اليوم سعداء أن يكون ضيفنا هذا الصباح واستشاري أمراض الباطنية والكلى وضغط الدم دكتور مروان الهادي. علي بابكر صباح الخير عليك عبر إطلالة الشروق. صباح النور وتسلموا، صباح الشروق، وإن شاء الله الصحة والعافية لكل. إن شاء الله يا رب. دكتور مروان، إذا نحن تكلمنا عن أمراض الكلى بنلقاها شنو بدايتها ذاته، عشان الزول ذاته يعرف أنه ده دي أعراض لأمراض كلى مثلا؟ طيب، هي صراحة هي خطورتها بعدم أعراضها.
يعني الكليه دي يعني في امراض المزمنه، قبل ما اتكلم عن وظيفتها بشكل عام كده، هي ممكن تكون الوظيفه 100% لحد ما تصل الوظيفه 10% ما بكون فيها اعراض. لا حول الله. يعني تبقى 90% او 85% من قدرتها، لكن المريض ما بكون عارف. المريض ما بكون عارف، ودي خطوره الكلى على كل الاجهزه الباقيه في الجسم. وظيفتها يعني عامه هي وظيفه بتاعت التزام بتاع الجسم. الاتزان ده بتوقف عليه مرور الدم عن طريق الكلية وتصفية الدم من كل الشوائب والفضلات اللي فيه، وتنظيم عملية السوائل في الجسم. نعم. لحد تنظيم ضغط الدم ولحد تنظيم الدم ذاته والهيموجلوبين وكده، هي دي وظيفة الكلية. الوظيفة دي في أمراض الكلية المزمنة والأمراض اللي بنفقد وظيفتها بالتدريج. نعم. هي يعني فقدان وظيفة تدريجي. تدريجي دي يعني العيان ما بكون العيان ده حتى لو متابع مع دكتور أو حس بحاجة مش تابع ما بيحصل. أيوة في الأول قبل. أيوة ما تسهل. دي طبعا المتخرة. الكورنر بتاعت العلاج. يعني القصة الرئيسية هي المتابعة. نعم. يعني الكلية دي فيها المتابعة. بتبدأ يعني الأعراض. شنو الأعراض اللي بتبدأ عشان الزول يمشي يتابع؟ طيب ذات. طيب هم يعني الأعراض هي كثيرة جدا، وممكن تبدأ من ورم في الرجلين، تغيير في شكل البول، تغيير في لون البول، تغيير في تردد المريض للحمام للبول. ده طوالي بيجيني إحساس سكري. أي زول يتردد أيوة للحمام. أيوة أيوة. مش هناك بيشوف السكر يقول ما عندك سكر، يقول الحمد لله الحمد ومشي لله. لكن لو جاك ألم في أي واحدة من جنباتك الاثنين بيقول لك خلاص ده كلها. هو طبعا الألم من الأعراض البسيطة في الكلية. سبحان الله. يعني ما من الأعراض الشائعة، يعني الأمراض الكلى الانسدادية وأمراض التهابات البول ممكن تجي بها وجع بالجنبات وكده. لكن العرض المباشر يعني ممكن يكون على الورم، تغيير البول، الأوجاع عادة، زيادة ضغط الدم، هو بكون عارف. الصداع المزمن. الصداع يعني حاجة زي دي. الفكرة في إنه يعني أنا منو بستهدفه، منو المفروض يكون حريص إنه يمشي للدكتور؟ فئة معينة، أعمال أيوة معينة. في أعمال معينة، في فئة معينة ديل يعني مفترض في من 3 إلى 6 شهور يقابلوا الطبيب. اللي هم ديل منو؟ هم ديل يعني أشهرهم ناس السكر. السكر بيمثل تقريبا 45% من مرضى الكلى هم ناس السكر. السكر كل ما زاد زمنه، كل ما زاد عدم تنظيم السكر، كل ما زادت خطورة الإصابة بمرض الكلى. نعم. بيبدأ بأعراض بسيطة، يعني ممكن يعني يجيني عيان يقول لي أنا والله عندي سكر لي 20 سنة على سبيل المثال. نعم. كان بياخد في جرعة معينة من علاجات السكر، بعد ذاك بيجا ما بيقدر بيتحمل علاج السكر. قال عدم تحمل علاج السكر ده هو واحد من اهم المشاكل المنذره بانه الكليه دي بدات تتعسر. يعني كان بياخد في انسولين نفرض جدلا 10 5 او بياخد ليه في 20 25 15 مثلا. ايوه. بعد ده بقت الجرعه دي بالنسبه له كثيره، ونفس النظام حقه بياكل كويس وبيشرب كويس ومنظم حاجاته وكده، لكن بدات الجرعه دي تعمل له هبوط. يعني بقى ما بيقدر بيتحمل الجرعه، ودي واحدة من أهم إنذارات إنه العيان ده دي 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 مؤشر. المفروض تتابع الكلى على طول. أيوة دي طوالي، لأنه الكلية واحد من أهم وظائف الكلية إنها تنظم لي موضوع الإنسولين. نعم. الإنسولين بتاع الجسم ذاته لو بدأ يختل بيبدأ العيان بيحصل له هبوط السكر، ودي واحدة من أهم العلامات. يعني أنا زول السكر لما يجيني يقول له والله أنا بدأ السكر ينخفض، أنا والله بمشي وفتش الكلية. على طول. على طول. دي الناس السكر يا دكتور مروان. لكن بنلقى حتى الفئة الشبابية العمرية، فئة الشباب الآن، فجأة الواحد يمشي الدكتور يقول له للأسف عندك ضمور. أيوة. كلمة ضمور في حد ذاتها مخيفة. طيب أيوة. هي ضمور دي يعني معناها الكلية دي شغالة تفقد في وظيفتها يعني ما لا يغل عن سنين. لا حول الله. وهو ممكن جايب خبر. يلا دي بيبقى برضو المتابعة عليها. الضغط واحد من أهم الأمراض الصامتة اللي بتصل لحد الضمور. يعني ممكن يكون اول عرض لزول عنده ضغط، اول عرض في حياته انه يجي بالكليه دي متوقفه تماما. اللي هي يجي ضمور في الكليه بالموجات الصوتيه ويقول له الوظائف عاليه ويجي شاكي وكده، وما بكون عندنا تاني ولا اي حاله، نفكر في موضوع الغسيل، نفكر في موضوع الزراعه وكده. عشان كده المتابعه يعني قياس الضغط ده انا بعتبره واحد
من الحاجات المهمة مهمة جدا. يعني جارك ده بس جه شايل لي ميزان كده بس مديت يدك قست الضغط انا افتكرت انجزت تمام. في زول بيقول لك انا عمري كله ضغط ده طبيعي وما مرتفع, يوم الضغط اللي يرتفع او تحصل مشكلة فبتسبب من وراها تخلي في مراها مشكلة. الضغط ده طبعا من الامراض برضو العجيبة جدا في مشاكل الكلية دي, يعني قال ضرر يوم او يومين ممكن يضرني سنين لقدام. يعني انا ممكن ببلع في علاجاتي دي 10 سنين صحيح, فطت يوم ويومين دي قال ممكن تأثر. يعني انا الليلة يا اخي والله ما عندي حاجة, الليلة ما في داعي ابلع عادي وما بيجي, لكن الوقت ده ممكن يكون حصلت مشاكل داخلية كبيرة جدا ناتجة عن لخبطته في العلاج. دكتور مروان لو لقينا زول عنده واحدة في 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 مشاكل الكلى او واحدة من الكليتين فيها مشكلة مثلا, هو ما عارف وما مشى طبيب, شنو من المضاعفات اللي بتكون عنده في البيت ناس البيت عشان ما يعرفوا انه زول ده والله ممكن تكون دي مؤشرات لانه عنده كلى؟ هل بيكون في فتور في الجسم؟ أيوة. في تنميل يلا زي ما قلت لك قبل الوظيفة بتاعتها, يعني نحن لما نتكلم عن انه اقول والله الكلى دي مثلا بتنظم سوائل الجسم, اول عرض مثلا يجيني مورم الزول بدا يتورم حوالين العين, بدا يتورم الرجلين وكده, يعني حوالى العين برضه مؤشر غير ورم الارجل, غير ورم الارجل. نعم. يعني بيكون حوالين عينين وكده في ورم, دي واحد منهم. الحاجه الثانيه الفتور, الشحوب, شحوب قله الدم, يعني الدم ده الزول يقول لك عيونه بيض. ايوه قله الدم دي واحده من اهم مؤشرات انه الكليه دي بدات تصل مراحل متقدمه في تاثرها. وهل ارتفاع الدم في الجسم الزول يقول له والله دمك 103 لازم تتبرع دمك كده, هل ده برضه ممكن يكون لا مؤشر؟ لا ده ما عنده علاقه مباشره, ده الهيموجلوبين في الجسم. ايوه لكن ده ممكن بيجوا ناس التدخين والناس هم كلهم كده, هم كلهم ممكن يجي يقول له دمك كثير وكده. طبعا المفروض تشخص ذاته على مستوى انه هل هو ده دم حقيقي ولا دم ثانوي زياده ثانويه. يعني ممكن زول مدخن دمه 120 عادي صحيح, ولو اتبرع ثاني دمه بيبقى 120 فاقل من, يعني ما عنده معنى يعني. لكن لما نقلل التدخين انا بالمقابل بكون قللت الدم بتاعي الحاصل اللي هو دم كذب ساي, يعني ما ده دم كونسنتريت دم مركز بس لكن ما دم حقيقي, ما دم حقيقي انه زول دمه زايد. طيب لو انا داير اعمل طرق للوقايه لانه ما يجيني مرض بتاع كلى ولا يصيبني, وشنو من الخطوات اللي طيب ممكن اتبعها عشان امشي في الطريق الصحيح؟ طيب هو انا طبعا بلف وبدور على موضوع الضغط والسكر. ليه؟ لانه بيمثلوا تقريبا 70, الضغط والسكر ديل مع بعض كده 70% من مشاكل الكلى. ال 30% دي ممكن يجوا فيها باقي الامراض الثانيه. انا المسكنات دي يعني انا لو اتكلمت مثلا عن الوقايه من انه انا مثلا ما يجيني مرض كلى, انا بتكلم عن زول السكر, مفروض السكر ده حاسب يكون في المدى الطبيعي. يعني ما ممكن ما يزيد ولا يكون في ما يزيد ولا ينقص, يعني التراكم ده حوالي 6.5 لحد 7 الماكسيمم. ده التراكم ده هو الحاجه بتوزين لي الضغط, هاي بتوزين لي وضع السكر, يعني انظم السكر دي واحد من اهم الاسباب انا بالنسبه لي عشان اتكافى. يعني انا لو نظمت السكر من بدايات ظهور السكر عند العيان يعني ممكن ما يجيوا مشاكل كلية. جميل. لكن سكر ملخبط 10 سنين 15 سنة الكلية بتبدأ تتأثر, دي من الثوابت. يعني أنا نظمت السكر قفلت الباب ده. تنظيم السكر. الضغط طبعا بالمقابل من أهم, يعني والضغط ده كمان يعني قصته إنه أنا لو عندي ضغط أي زول بتاع ضغط عنده علاج براه. يعني زول عنده ضغط ومعه سكر ده علاج براه. عنده ضغط لكن عنده بروتين في البول ده علاجه براه, عنده ضغط وزول صغير اقل من 40 ده علاجه براه, وزول عنده ضغط وعمره اكثر من لكن جارك شيل منه حبه, جارتك شيل لي منه حبه, تحس بان انت تعبان فتره الدنيا امين وخايف الدنيا اي حاجه. ايوه ده نعم. طبعا بيختلف توتالي, عشان كده الضغط يشخص صح ويعالج بالطريقه الصحيحه. واحدة من الحاجات اللي بنسمع دائما متكرر عند الناس دكتور مروان بيقول لك المسكنات, الزول بيكون عنده صداع وطوالي فتران اللي بيجيب روفيناك على طول. أيوة زي حالتي. أيوة بيبلع الروفيناك. أيوة كثير او أيوة بيبلع. أيوة مسكن من الدكان بيقول لك الحاجه دي بتاثر على الكلى, هل الموضوع ده صحيح؟ ايوه بس ننتظرك بس طوالي بس واصلي لا لا واصلي في الروفيناك ده يقولوا لك لكن لو شربت مويه بعد المسكن كثير بتنظف الكلى. لا والله كلام. اولا هو المسكنات بالمعنى الواضح بالنسبه لناس الكلى هي ممنوعه من عباده, لا حول الله, المنع الواحد ده. لكن احنا طبعا ما بنقول نمنع المسكنات, لكن بنقول ما في مسكن بدون استشاره الطبيب. المسكن ده يعني واحد من يعني ده اللي انا كنت بجيه, يعني بعد الضغط والسكر بجي للمسكنات طوال. المسكنات دي ممكن تاثرها في الكلى تاثر كمي, يعني انا والله مثلا عندي صداع نصف خلاص بياخذ مسكنات,
زول عنده مثلا خشونة الركب والحاجات دي والمشاكل هاي، ناس الغضروف بيحتاجوا للمسكنات كده. المسكنات دي نحن المسكنات دي يعني مقسمة مثلا على ثلاثة، في مسكنات البنادول مثلا. البنادول ده أنا بالنسبة لي للكلى مسكن آمن، أنا ما أتعود عليه. بنادول، بنادول كيستر، البنادول الماي. آمن للكلى، ما بيعمل أي مشكلة. آمن تماما بالنسبة لي. كويس. طيب. طيب. في مسكنات الثانية بنسميها الغير القشرية دي، النان ستيرويدال دي. ديل هم من أخطر المسكنات. ممكن أنا ضرري بتاع الكلية دي يجيني من حبة واحدة أو حبتين. يعني ممكن يجيني حبة واحدة بس الكلية دي تتأثر ويشايلون العيان المستشفى. وممكن يستخدم حقوب لمدى سنين لكن برضه ما تحصل مشكلة. والكلية دي تتأثر تأثر تدريجي كده، بدأت حجمها يقل يقل يقل. يعني نحن دائما الناس مشاكل الكليه المزمنه اللي بيجوني بزياده في البولين والكرياتينين وتاثر في وظيفه الكليه هم ناس الغضروف، ناس الركب، ناس الصباع، اللي بياخذوا المسكنات، بياخذوا المسكنات بصوره مستمره على طول. ايوه. يعني انا بالنسبه لي يعني ايجاد البدائل بالنسبه للمسكنات هو ده الخيار الاول. المسكن الحقن عنده علاقه ولا المسكن الحقن ده اقوى من المسكن الحبوب؟ عنده علاقه مع الكلى مباشره. أي مباشره. نحن بنعرف ان الكلى دي معناها يزول ياخذ حاجه. لا 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 المسكنات الوريديه والمسكنات بالعضل والحبوب الا البراهم نوعا ما اثرها خفيف شديده وما عندها اثر. ال دي يعني انا بعدي عن المسكنات. يعني مثلا زول الركب اللي عنده مشاكل في الركب، انا والله اشجع مثلا تغيير المفصل عشان ما يحتاج. لا حول الله، عشان ما يأثر على الكلى. عشان ما يحتاج على المسكنات. ما هو في النهاية مسكن. أنا أقوم ساكل الغضروف، الليلة الركبة فيها مشاكل، الليلة الغضروف فيه مشاكل، بعد شوية أنسى الحاجات دي وأمشي بهناك. تبقى الكلى هي اللي تأثرت. هي تأثرت. أيوه، في النهاية ما علاج. زول الصداع النصف نشوف الخيارات البديلة، العلاجات الوقائية للصداع النصف وكده. يعني أنا ما يكون عندي مسكن ولا مسكن ده بريحني، والمسكن ده نوعه سامح معاي، والشركة دي سامحة معاي، والليلة الشريط في خلال ثلاثة يوم الشريط كيمي. ده بس ينتظر مشكلة. انتظر بس تاريخ يمشي على دكتور مروان على طول. دكتور لو جينا شفنا برضو شرب المويه، ناس بيقول لك والله فلان ده بيشرب مويه كثير ما بتجيه مشكله بتاعت الكلى. أيوة. المويه عندها علاقه في عندها علاقه مباشره فعلا بتنظف الكلى وبتخلي طبعا طبعا هي طبعا في امراض معينه كده هي في الدراسات انه شرب السوائل الكثير هو مثلا اثره مباشر. ناس الحصاوي، ناس الاملاح بشكل معين، ناس تكيسات الكليه، الامراض الوراثيه دي هم ده علميا انه المويه الكثيره هي بتاثر عادل في ابطال الوظيفه. الحاجه العامه بانه العطش والتجفاف واحد من اهم مشاكل نشاف الكليه هي ذاتها، وشرب 3 لتر في اليوم موصى به مهم جدا اي يعني مواطن انه ياخذ في متوسط 3 لتر في اليوم. الكليه دي سبحان الله لما تتاثر، يعني نحن لما نصل يعني مراحل الكليه دي مرحله متقدمه في التاثر، المويه الكثيره بتبقى عليه مضر. يعني المويه في الحاله دي بتقل؟ بتقل. نحن بنحسب عادي والله تشرب لتر، تشرب لتر وربع، ولا بتبقى العدو الاول لين المويه. لكن في مراحل الوقايه بما لا يدع مجال للشك 3 لتر في اليوم دي من الحاجات. معناها نحن الوقايه خير من العلاج. أيوة نبدا. أيوة بالوقايه. أيوة. السيد المخرج جبال جاب لنا صوره للكليه. الكليه دي احنا بنعرف انه هما كليتين. ليه نحن دائما لما تكون يقول لك الزول ده فلان عنده مشكله في الكلى طوالي معناها الكليتين حاصلين في مشكله. انا بيجيني مرات احساس انه ما خلاص دي واحده انتهت. ليه هم بينتهوا الاثنين مع بعض؟ الصوره اللي عندنا ذاتها دلاله على شنو يا دكتور؟ طيب هي مشاكل الكليه نحن بنسميها مشاكل السيستم. الجهاز الكلوي كله. نعم. الكليتين والحالبين والمثانه كل السيستم هو اللي بيداثر. انا بيجوني في العياده بنفس الشكوى دي. انا والله الكليه المدثر يا تال اليمين ولا الشمال بالضبط. يعني السمحه يا تال. وفي عندها في فحص كده اسمه دي تي بي اي. الدي تي بي اي ده بوريني وظيفه كله كليه. يعني والله بيقول لي الشمال شغاله ب 70% واليمين شغاله ب 5% مثلا، او الشمال ب 30% واليمين ب 40%. لكن اللي بيهمني انا هو قدر كيف انه الكليتين دي قادرين يأدوا وظيفتهم. أنا قبل لما بديت كلامي قلت ممكن 10% من الكلية تكون قادرة على إنجاز مهمة الكلية يعني عدم الأعراض. يعني 15% ما تكون ولا شكوى، ما في 15% من 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 القيمة. غير كده المتبرعين عندهم كلية واحدة، وفي ناس بيلدون بكلية واحدة. أيوة أيوة. وظيفة بتكون مؤدية الوظيفة بكامل. طيب المريض لو شالوا له واحدة بدون ما يزرعوا له وخلوا له واحدة ممكن عادي ولا إلا لو لازم؟ أنا ما بتظهر الأعراض إلا لما الجهاز الكلوي كله يبدأ يتأثر. آه يا الله. يعني ما بقدر أنا والله بقول لا والله دي شغالة لي دي
والجزء المنظم ده المنظم في حاجه مرحليه يعني انا بلحق دي اول ما يلا ما هي يلا ده اللي بتوقف عليه مثلا يا هو المتابعه اللي احنا تكلمنا عنها يعني المتابعه الدوريه يعني انا مثلا زول السكر ده مفروض ببدايه ظهور البروتين ده الزمن اللي بتحول فيه الاخصائي الكلى يعني اي عيان مثلا شكى من زلال في البول او بروتين في البول ده الزمن اللي بتابع فيه اخصائي الكلى يعني انا مناشدتي لمثلا اخصائي الباطنيه او اخصائي طب الاسره والمراكز الصحيه يعني عندنا فكره 200 يتحول لاخصائي الكلى يعني العيان ما انا بالنسبه لي بستفيد من العيان او العيان بيستفيد مني بدايه المرض انا عشان اوقف مشاكل الكلى يعني يجيني بزياده في الضغط ده انا بالنسبه لي عياني بدايه ظهور البروتين والزلالي ده عياني اللي انا بستفيد مني انا هو لكن لما ترسل لي عيان تقول له والله الكرياتين حقه 20 والبولين حقه 500 ودايره غسيل وكده يعني ده ممكن يزول ينجذب يعني ما داير له وقت ما في وداع لكن الحاجه ال 200 تتحول لاخصائي كده يعني ظهور البروتين ظهور الدم في البول اللي ما عنده تفسير ايوه بدايه الورم بدايه ورم الرجلين نعم. والحاجات يعني ديل بيكونوا محتاجين عينه من الكلية محتاجين يعني محتاجين شغل تخصصي محتاجين فحوصات مناعية عشان أنا أثبت أو أمنع تدهور الكلية دي يعني ده أنا أهم لي من العيان الأصلا جايني بس خلاص بقى زول غسيل أو زول زراعة وكده وده. شنو من الحاجات اللي بتخلي الزول يزرع أول أنتوا بتنصحوا بأنه الغسيل هل في زول على طول لازم تقول له لازم تزرع وفي زول بتقول له واصل في الغسيل في ناس بيستمروا في الغسيل مدى الحياة دكتور هو طبعا الغسيل يعني عالميا هو فترة بتاعت انتظار للزراعة يعني نحن بننتظر الزراعة يعني مثلا الكلية فقدت وظيفتها بقيت انا ما عندي خيار الا اغسل بقوم بغسل والغسيل ده بعتبره فتره بتاعتي انه انا اجهز فيها اجراءاتي بتاعت الزراعه لكن تظل الزراعه هي الحل الناجع والنهائي لمشاكل الكلى طيب الغسيل ده عنده فتره زمنيه معينه يعني في ناس بغسلوا بس سنين على مدى السنين في ناس بغسلوا 20 سنه و30 سنه وما شاء الله كويسين ما عندهم مشاكل وكويسين وبيأدوا حياتهم بكل مقضيين حاجاتهم وواحد بيجي سايق عربيته بيوقفها بيخش يغسل وبيطلع يمارس حياته طبيعيا تماما دكتور مروان الحاجه اللي ممكن تكون ملاحظه وغادي يشوفها الناس ما طبيعيه مثلا تلقى طفل او زول صغير في السن ويقول لك حصل له فشل بتحصل للاطفال كثير بتحصل لكم حاجه زي دي حالات اطفال وشنو اذا في طفل شنو الاسباب اللي ممكن هو طبعا طب الكلى عند الاطفال ده هو براوه لكن عموما معظمها هي وراثيه وراثه لمشاكل عيوب خلقيه في مجرى الكلى يعني عندهم كليه حدوه حصان زي ما بيقولوا كليه ما في وكليه قاعده يعني الانسدادات ومشاكل الانسدادات الخلقيه البلدوبيه هي دي من المؤشرات بتاعتنا عشان كده هو الامهات يعني ملاحظه يعني اغرب حاجه مثلا في طريقه البول للطفل بوله قليل كده يعني ده الزمن المفروض هي تشوف على طول يمشي فيه الطبيب ويتابع ويشوف عشان ما تصل بدري مراحل ممكن تكون صعبه الناس اللي عندهم التهابات بول متكرره المفروض تعرف الاسباب شنو نعم. الناس اللي عندهم حصاوي متكرره المفروض يعرفوا يسووا شنو دي واحده من الامراض اللي بتكون الزول ما جايب لها خبر روشتة أخيرة ممكن تقول لكل المشاهد اللي بيتابعنا الآن ولمرضى السكري وللناس اللي بيخافوا من إنه بيبلعوا مسكنات كثير وما بيشربوا موية كثير هاي مشكلة طيب هو عموما الوقاية هي يعني التوازن بتاع الجسم يعني الأكل صحيح. الصحي الوزن المثالي شرب السوائل بانتظام يعني ديل الحاجات الرئيسية البعد عن المسكنات يعني أنا بالنسبة لي المسكنات دي مضرة للكلية لحد ما يثبت حاجة تانية دي من المشاكل تنظيم الضغط وتنظيم السكر دي الأكثر فئتين هم مستهدفة لمشاكل الكلى أنا بالنسبة لي تنظيم الضغط وتنظيم السكر يعني ممكن يكفي لي أكثر من 70% من مشاكل الكلى أنا بالنسبة لي الروشيت اللي أنت قدمتها كانت ختام لكن يبدو إنه الكنترول عنده رايب من هم شباب بيسألوا من الصعود والسجائر والمكيفات والمنشفات التدخين والكحول وتأثيره التدخين والكحول واحدة من أهم الأسباب اللي بتأثر مباشرة في الكلى التدخين والكحول والكحول من أهم الأسباب اللي بتأثر على الكلى مشاكل الكلى
القهوة والشاي ما عندهم علاقة؟ ما عندهم علاقة، اللي يشرب القهوة. الصعود عنده علاقة؟ الصعود ما بعرف. ده لحد اللحظة يا جماعة عمال يقول له أي حاجة، فشنو خليكم مستمرين. نعم. الحاجة الثانية يعني الموضوع الزراعة، الزراعة يظل هو الحل الناجع والختام لمشاكل الكلية. نحن معك لازم نرتب حلقة جديدة عشان نشوف الزراعة ومراحلها. أيوة. وتطوره ومتين الزول يزرع ومتين التطابق ذاته يكون. أيوة. عشان ما الواحد هل الزراعة المتبرعين لازم يكونوا من الأحياء ولا ممكن نشيل من الناس من الأموات والميتين. نعم. دماغيا وكده إن شاء الله يبقى معناه نحن موعودين معك في حلقة تانية من خلال الكلة عشان ما نكفي الباب الكلة ونطمن الناس إنه أي زول يعمل حسابه. شكرا جزيلا لك دكتور مروان الهادي استشاري أمراض الباطنية الكلى وضغط الدم، شكرا مقدرين لحضورك في صباح الشروق. وصحة والعافية لكل الناس إن شاء الله. إن شاء الله كتر خيرك.